السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الأول، الدرس الثاني، بعنوان توصيل المقامات. توصيل المقامات نوعين، توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي، ده لوحده وده لوحده. وفي عندنا توصيل بقى ايه، بتبقى دوائر مشتركة ما بين التوالي والتوازي. ونبدأ مع بعض بالسؤال الأول، يقول لي وصلت مقاومتان على التوالي. على التوالي يا شباب، يعني لو حبيت ارسم هذه مقاومة اسمها R1، المقاومة التانية بتشترك معها في نقطة واحدة، ده اسمه توصيل توالي. تحس ان هما في نفس المسار، نفس المسار، ممكن المسار يميل شمال يميل يمين يطلع، بس المهم ما برفعش الماوس وانا ماشي، او ما برفعش القلم لانك انت بتحل بالقلم. يبقى انا دلوقتي لو عندي مقاومتين حسيت ان هما الاتنين ماشيين ورا بعض في نفس اللاين، بيمر فيهم نفس التيار، بنقول هذا توصيل توالي. هنا بيقول لي وصلت مقاومتان على التوالي، قيمة أحدهما 1 أوم وقيمة الأخرى ولتكن اسمها R. بالمناسبة المقاومة المكافئة للتوصيل على التوالي، تعال نكتب هنا كده، هذه اسمها R1 وهذه اسمها R2. المقاومة المكافئة بتساوي R إي كيو بتساوي R1 زائد R2. طب لو كانت المقاومتين لهما نفس المقدار، هذه 3 أوم وهذه 3 أوم، بنقول ان ال R E Q بتساوي N في R. مقاومة مكافئة يعني ايه؟ يعني اقدر اشيل الاتنين دول ارميهم في الشارع واجيب واحدة بدلهم تكافئهم، اسمها R E Q، او بيحطوا عليها داش زي ما انتوا شغالين، مش هنخسر بعض. فهنا بيقول لي وصلت مقاومتين احدهما قيمتها 1 أوم والتانية زي ما تكون. يا ترى المقاومة المكافئة هتبقى أكبر من 1 ولا أقل من 1؟ أكيد أكبر، لأنها تساوي 1 زائد قيمة المقاومة التانية. فديت سؤال سهل ومباشر ومفهوش أي شيء خالص، أكبر من 1 أوم. في التوصيل على التوالي تاني، بنراجع مع بعض تاني، توصيل على التوالي يعني بيكون شدة التيار اللي مار في المقاومة 1 هيساوي شدة التيار المار في المقاومة 2. يعني في التوصيل على التوالي التيار لا يتجزأ، ما بيتقسمش. لو كانت هاتين المقاومتين ضمن دائرة مغلقة بهذا الشكل، رحت انا موصل لك هنا كده فرق جهد بتاع بطارية، او بطارية قيمتها دلتا في، هذه البطارية قيمتها دلتا في، هلاقي ان هنا في فرق جهد بتاع دلتا في 1 وهنا في فرق جهد بتاع دلتا في 2. لو هذه 9 ممكن ده ياخد له مثلا 3 و6 4 و5، المهم يبقى مجموع الاتنين دول بيساوي فرق جهد البطارية، يبقى التيار لا يتجزأ بينما الجهد يتجزأ. يعني الدلتا في 1 زائد الدلتا في 2 هتساوي الدلتا في بتاعة البطارية، يبقى الجهد يتجزأ حسب قيم المقاومات. ده ملخص التوصيل على التوالي. تعال نشوف التوصيل على التوازي من خلال السؤال رقم 2. توصيل على التوازي بيكون عندي مقاومتين او اكثر مشتركتين في نقطتين. يعني لو انا رسمت لك مقاومة كده ومقاومة كده، وعندي هنا تيار ماشي الناحية دي، هيجي في النقطة دي يلاقي طريقين، يتقسم جزء من التيار يمشي فوق جزء من التيار يمشي تحت، بعد كده التيارين يلتقيان ثانية ويمشوا مع بعض. طالما التيار اتقسم عند نقطة اسمها نقطة A واتجمع عند نقطة اسمها نقطة B، متوصل بين النقطتين مقاومتين، مقاومة 1 ومقاومة 2، في هذه الحالة يا شباب بيكون ده اسمه توصيل توازي. تيار دخل اتقسم جزء هنا وجزء هنا واتقابل تاني وطلع. في التوصيل على التوازي المقاومة المكافئة بتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3، الكل أس سالب 1. أو لو مقاومتين بس متوصلين توازي، بنقول حاصل الضرب على حاصل الجمع. طب لو نفس المقاومات بنفس القيم 5 و5 و5 وهكذا، بنقول ان ار اي كيو بتساوي ار قيمة المقاومة على ان عدد المقاومات، يبقى دي التلات قوانين اللي بقدر اجيب بيها القيمة المكافئة للمقاومة
في التوصيل على التوازي، توصيل توازي. طيب يا ترى لو التيار ده قيمته اي وليكن 6 امبير، هل ده بياخد 6 وده 6؟ لا طبعا، ده بيتقسم عليهم. ممكن ده ياخد 2 وده 4، ممكن 3 وتلاتة، 1 و5، حسب قيم المقاومات وهنعرفها بعد كده او بعد شوية. طيب يبقى كده التيار التوتال ده بيتجزأ الى تيارين اي واحد واي اتنين، لازم يكون مجموع اي واحد زائد اي اتنين بتساوي الاي توتال. يبقى انا عندي دي معلومة احنا طلعناها، ان التيار يتجزأ. طب ايه الموضوع بتاع فرق الجهد؟ انت قلت لي في التوصيل على التوالي كان فرق الجهد يتجزأ، هنا قال لك لا، فرق الجهد لا يتجزأ. يعني لو هذه بطارية فرق جهدها 9 فولت، هيكون فرق الجهد على جانبي المقاومة 1 9 فولت، وفرق الجهد على جانبي المقاومة 2 9 فولت. يعني معنى كده ان دلتا في 1 هتساوي دلتا في 2 هتساوي فرق الجهد بتاع البطارية، يعني الجهد ايه؟ لا يتجزأ. طب التيار رقم 1 ده هل في قانون اقدر اجيب فيه التيار رقم 1؟ ايوه، اقدر اقول ان التيار رقم 1 بيساوي التيار الكلي مضروب في المقاومة رقم 2، المقاومة رقم 2 على مجموع المقاومتين 1 و2، وده اسمه تيار الفروع. المعلومة الأخيرة، لو عندي مقاومات متصلة على التوازي، المقاومة المكافئة بتقل، المقاومة المكافئة بتقل. فهنا ده السؤال بيقول لي عندي 3 مقاومات متصلة على التوازي، إذا كانت مقاومة أحدهما 1 أوم فالمقاومة المكافئة لازم تكون أقل من 1 أوم. طب لو أقل مقاومة 0.5 أوم، يبقى المقاومة المكافئة أقل من أقل إيه؟ مقاومة. يبقى في التوصيل على التوازي يكون المقاومة المكافئة أقل من أقل إيش؟ مقاومة. نكتبها نوت عشان ما ننساهاش. يبقى في التوصيل على التوازي، في التوصيل على التوازي تكون RQ أو المقاومة المكافئة أقل من أقل مقاومة، أقل من أقل إيه؟ مقاومة. طب في التوصيل على التوالي تكون أكبر من أكبر مقاومة، في التوصيل على التوالي تكون RQ أكبر من أكبر مقاومة. تمام، هنبدأ بقى نخش في حاجات مش صعبة، سهلة جدا بس محتاجة شوية تركيز. ان انا يكون عندي دايرة مركبة تبقى متكون من مجموعة من المقاومات على التوالي والتوازي together، زي السؤال اللي قدامنا بيقول في شكل مقابل تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. التيار هيدخل من عند A، هيمشي يمشي يمشي يمر كله في المقاومة دي، يبدأ يتقسم الى فرعين ويتجمع تاني، يعني تقسم عند هذه النقطة وتجمع عند هذه النقطة. نخلي اللون ده كده معانا، اتقسم هنا واتجمع هنا، يبقى المقاومتين اللي بين النقطتين دول اسمهم توصيل. مين يقول لي؟ ايوه، توصيل توازي. برافو عليك، يعني دول كده اهو متوصلين على التوازي. توازي يعني ايه؟ يعني حاصل الضرب على حاصل الجمع. لو حبيت اجيب مقاومة مكافئة بدلهم، يعني هتبقى المقاومة المكافئة عبارة عن 30 في 15 على 30 زائد 15. اتفقنا؟ 30 في 15 على 30 زائد 15 هتطلع بتساوي 10. يعني اقدر اشيل المقاومتين دول، اشيلهم وأحط بدلهم مقاومة قيمتها 10. تعال نبص للـ3 مقاومات. معلش صوت السيارة بتاعت الأنابيب، هعمل دوشة شوية أكيد هيختفي دلوقتي. عندي هنا 3 مقاومات
متصلين على ايه؟ استنى كده يا مستر، هي النقطة دي تقسم فيها التيار الى 3 افرع، ورجع التيار يتجمع تاني في هذه النقطة، تقسم في نقطة وتجمع في نقطة بينهم 3 مقاومات، يبقى ال3 مقاومات دول متوصلين هما كمان على ايه يا شباب؟ على التوازي. طب ينفع اعمل حاصل الضرب على حاصل الجمع؟ لا، يبقى نعمل قوس 1 على 6 زائد 1 على 12 زائد 1 على 4، الكل أس سالب 1. لو عملت دي بالكالكليتور بتاعك يطلع 2 أوم، يعني أقدر أشيل ال3 مقاومات وأحط بدلهم 2 أوم. خلي بالك هنا في مقاومة اسمها 4، يبقى الدايرة تعالى نرسمها بالشكل الجديد. كان عندي مقاومة قيمتها 4 أوم، مجيناش جنبها، مقاومتين شلناهم وحطينا بدلهم واحدة قيمتها 10 أوم، 3 مقاومات شلناهم وحطينا بدلهم مقاومة تكافئهم اسمها 2 أوم. امشي معايا بالتيار، مر في هذه ثم في هذه ثم في هذه، لم يتجزأ التيار، طلع من نقطة A راح لنقطة B، يبقى هدول متوصلين مع بعض كده توصيل توالي. ويبقى انت كده دي اخر مرحلة خالص، هنجيب المقاومة المكافئة للتوالي، يعني نجمع R1 زائد R2 زائد R3، ده توصيل توالي. يبقى المجموع بتاعهم ال R EQ هتساوي 4 زائد 10 زائد 2، وأكيد أنت عارف إنها 16 أوم. ونشوف السؤال الذي يليه. السؤال اللي بعده بيبين شكل مقابل، في الشكل المقابل تكون المقاومة المكافئة بين نقطتين A و B. تخيل معايا كده يا صديقي، التيار هيطلع مثلا من ايه؟ التيار ده جاي منين؟ كأن هنا في بطارية مثلا بهذا الشكل ده، دي نقطة A ودي نقطة B. التيار هيمشي كده، هيلاقي فرعين، جزء منه هيمشي هنا وجزء هيمشي هنا، هل اتجمع تاني في نقطة في نفس، يعني هما اتفرقوا النقطة دي جمع في نقطة تانية؟ لا. امسك التيار ده، يلا امشي له ورا التيار ده، هذا التيار، هذا التيار هيجي هنا كده، هيلاقي طريقين، طريق الناحية دي وطريق الناحية دي. طب هو اتفرق هنا، هل في نقطة تانية اتجمع فيها؟ استنى كده يا مستر، ده هيمشي كده 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 كده، وده هيمشي كده، يتقابلوا مع بعض في النقطة دي. أيوة، ده في نقطتين اتفرق عندهم التيار واتجمع عندهم التيار، يعني المقاومتين بين هاتين النقطتين يكونوا في توصيل توازي، يبقى المقاومة دي مع المقاومة دي توصيل توازي. سهلة كده، سهل. توصيل توازي يعني مقاومتين حاصل الضرب على حاصل الجمع، يعني 6 في 3 على 6 زائد 3. 6 في 3 على 6 زائد 3 تطلع معاك كام يا صديقي العزيز؟ تطلع معاك 2. يبقى أقدر أشيل المقاومتين دول وأحط بدلهم مقاومة تكافئهم قيمتها اسمها 2. طيب تيجي نرسم الدايرة تاني كمان مرة، أنا هحط بين النقطتين دول، بين النقطتين نفس النقطتين، هحط مقاومة واحدة قيمتها 2 أوم زي ما احنا حسبنا، أدي النقطتين أهم، وأكمل الدايرة بتاعتي عادي. هلاقي إن أنا عندي هنا كده كان في مقاومة 1 أوم، وكان عندي فرع هنا كده فيه مقاومة 15 أوم، وبعد كده النقطتين A و B اللي كأنهم كانوا متوصلين في مصدر الجهد أو البطارية. نتتبع المسار ثانية، ومش عايزك تزهق عشان تتعلم. التيار مشي هنا، جه عند النقطة دي، تقسم إلى طريقين، مشي في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. طيب لما امسك التيار اللي فوق لقيته مر في المقاومة 1 ومر كذلك في المقاومة 2، مر في 1 ومر في 2 ورا بعض، يعني هذا التيار مر في مقاومتين ورا بعض، يبقى المقاومتين دول اسمهم توصيل. ايوه انا سامع واحد بيقول لي دول توصيل يا مستر، توالي عشان ورا بعض التيار مشي فيهم هما الاتنين، توالي يعني نجمع. ايوه بالظبط، يعني 1 زائد 2 تساوي كم؟ تساوي 3. يعني اقدر اشيل
المقاومتين دول واحط بدلهم مقاومة واحدة ونرسم الدايرة كمان مرة. يلا ارسم الدايرة، ادي نقطة ايه طلعنا، كان في نقطة هنا كده في هذا المسار، اصبح عندي مقاومة واحدة قيمتها 3 اوم، وادي بقية المسار. كان عندي هنا هوت في المكان هذا مقاومة ما جيناش جنبها خالص، لسه ما حدش لمسها، قيمتها 15 اوم، وادي نقطة بي. التيار هيطلع من ايه؟ هيتجزأ عند هذه النقطة، يتجزأ لجزئين، جزء مشي في المقاومة 3 وجزء مشي في المقاومة 15، وبعد كده التيار اتقابل تاني في نقطة. طالما اتفرق في نقطة واتجمع في نقطة يبقى المقاومتين اوتوماتيك متوصلين على مين؟ متوصلين على التوازي. برافو عليكم، توازي يعني حاصل الضرب على حاصل الجمع، وهتبقى دي اخر مرحلة. يبقى اقدر اكتب ان ال R EQ حاصل الضرب 3 في 15 على 3 زائد 15، اعملها بالآلة هتلاقيها 2.5 اوم، وزي ما الإجابة موجودة قدامك اهي. سؤال رقم 5، في الشكل المقابل كل مرة الشكل بيبقى يزداد صعوبة، بس مع انه يزداد صعوبة لو تتبعت الخطوات اللي احنا قلنا عليها ان شاء الله هيطلع الموضوع ايزي. بيقول لي التيار ماشي من هنا كده، خلي التيار ماشي ماشي ماشي، التيار جه عند النقطة ديت و لقى 3 طرق، التيار لما جه عند النقطة دي لقى 3 طرق، لقى طريق اهو ولقى طريق اهو ولقى طريق تالت اهو، تمام. لو مسكت التيار ده هيمر في هذه المقاومة وهذه المقاومة. ايوه يا استاذ، تيار يمر في مقاومتين ورا بعض، يعني دول توصيل كمل توالي. برافو عليك، والتيار هذا يمر هنا كده هنا ويمر هنا، يمر في مقاومتين ورا بعض، يبقى المقاومتين دول توصيل ايه؟ توالي. ممتاز، برافو عليك. يعني اقدر اختصر الفرع ده الى مقاومة واحدة قيمتها 7 زائد 5 عشان دول توصيل توالي، واقدر اختصر الفرع ده الى مقاومة واحدة قيمتها 5 زائد 7 عشان توصيل توالي، عشان بيمر فيهم في المقاومتين دول بيمر فيهم نفس التيار، والمقاومتين التانيين بيمر فيهم نفس التيار، يبقى دول توصيل توالي ودول توصيل توالي. تعالى نختصر الدايرة شوية، ده توالي اهو توالي، واحنا اتفقنا يعني توالي يعني 7 زائد 5، وده توالي يعني 7 زائد 5، يبقى 7 زائد 5 12 و7 زائد 5 12. لو جينا رسمنا الدايرة كمان مرة، كان عندي مقاومة قيمتها 4، وكان عندي مقاومة تحت هنا قيمتها برضو 4، عندي فرع في هذا المكان وليكن ماشي كده قيمته 12، وفي فرع كمان لقينا المقاومات اللي فيه قيمتها 12، وكان فرع ثالث في مقاومة قيمتها 3. عايزك تبصيلي على ال3 مقاومات دول، يفكروك بحاجة؟ ايوه، يفكروك بايه؟ يفكروني ان هما توازي. يا اخي قول كلام غير ده. لا والله هو توازي، انا مش هرجع في كلام يا مستر. طب ايه اللي عرفك ان هما توازي؟ لو انا عملت لك حركة لذيذة قوي، شايف النقطة دي هي نفسها دي هي نفسها دي، عشان ما فيش بينهم اي اسلاك، يبقى لو سميت النقطة اللي فوق هذه نقطة ايه، هذه كمان ايه، هذه كمان ايه، نفس النقاط لان لها نفس الجهد لان ما فيش بينها اي مقاومات، وكذلك النقطة هاي هي ديت هي ديت نقطة بي بي بي،
يبقى عندي المقاومات 12 و12 و3 متوصلين بين نفس النقطتين A و B، يبقى أصبح هذا التوصيل توازي. 3 مقاومات توازي، 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 3، الكل أس سالب 1. بالكالكليتر اللذيذة تطلع 2 أوم. شيل كل الليلة دي وحط لي بدلها 2. مستعد؟ يلا بينا. هنا عندي مقاومة 4 ما جيناش جنبها، الليلة دي كلها اختصرناها لمقاومة واحدة قيمتها 2. التيار يرجع في نفس الفرع ده في مقاومة قيمتها 4. التيار مشي كده كده كده، مفيش اي مسارات مختلفة، هو مسار واحد. يبقى هذه المقاومات الثلاث متصلة على التوالي. ليه متوصلين على التوالي يا مستر؟ علشان خاطر التيار لم يتجزأ فيها. ده توصيل توالي. توصيل توالي ودي اخر مرحلة يا خالص. يبقى الـ RQ هتساوي 4 زائد 2 زائد 4 تساوي 10 أوم. والإجابة زي ما انت شايف متعلم عليها رقم ب. السؤال الذي يليه رقم 6. لديك 3 مقاومات قيمتها 3 متصلة ب4 طرق كما في الأشكال. تيجي نجيب المقاومة المكافأة بتاعت كل شكل. تعال نجيب أول شكل ده، كلهم متوصلين توالي، ده توصيل توالي. يعني نجمعهم أو نقول إن R EQ بتساوي N في R، إن عدد المقاومات 3 مقاومات، قيمة كل مقاومة 3، 3 في 3 ب9 أوم. هنا ده توصيل توازي، يبقى توصيل توازي. يعني ال R EQ طالما ليهم نفس المقدار بتساوي R على N. R اللي هي قيمة المقاومة 3 على عددهم اللي هو 3، يبقى ال R EQ بتساوي 1 أوم. هنا لو جيت بصيت التيار هيدخل في هذا الفرع، هيتقسم لطريقين، في طريق في مقاومتين ورا بعض. يبقى المقاومتين اللي ورا بعض يا أستاذ علاء، طالما دول ورا بعض كده يبقى ده توالي. توالي يعني نجمع 3 زائد 3 يطلع 6 أهو. يعني ينفع اشيلهم واحط بدلهم 6. طب لاحظ معايا كده، الستة اللي هتتحط هنا، 6 أوم، 6 أوم اللي هتحط هنا بين هاتين النقطتين، هيبقى في 6 وفي 3. الستة اللي هتتحط هنا مع الـ3 اللي هتتحط هنا ديت هيبقوا توصيل توازي. في التوازي بين نقطتين في الحالة هذه هتبقى الـ RQ هتساوي 6 في 3 على 6 زائد 3 تساوي 2 أوم، عشان 3 في 6 في 18، على 9 بتساوي 2. طيب الرسمة الأخيرة أو الشكل رقم سي، احنا عملنا دي قبل سي مش هتفرق طبعا. التيار مشي هنا كده، دخل اتقسم لفرعين، يبقى الفرعين دول انت عارف ان هما ايه، باين ان هما ايه. قول يلا قول يا ابني. ايوه كده، دول توازي. انت خايف ليه؟ توازي. ليه توازي؟ عشان التيار اتفرق هنا واتجمع هنا. اوكي، تيار قسم هنا واتجمع هنا، وبين النقطتين دول في مقاومتين، يبقى دول اوتوماتيكي توازي. توازي يعني 3 و3، يعني اقدر اقول ايه، ار على ان، يعني 3 على عدد المقاومات 2 تطلع 1.5. لما اشيل دول واحط 1.5 يعتبر متصل مع هذا على التوالي. يبقى ال ار اي كيو هتساوي 3 زائد 1.5 تساوي 4.5 أوم. يا رب يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم.
فإن طريقة التوصيل التي تكون فيها المقاومة والمكافئة 4.5، طبعا رقم سي باينة قوي يعني، احنا حليناها. 2 أوم، انت بقى ايه احنا جاوبنا عليه يعني؟ الـ2 أوم موجودة في رقم دال، 1 أوم موجودة في رقم ألف. السؤال اللي بعديه عشان الفيديو ما يطولش، بيقول لي عندي 3 مقاومات 100 و150 و80، فإن المقاومة المكافئة عند توصيلهم على التوالي، توالي يا أستاذ يعني كده ورا بعض، 100 و150 و80 توالي، يعني هتبقى ال ار اي كيو، نجمع التلاتة مع بعض تطلع 330 أوم. طب وصلناهم مع بعض على التوازي، توازي يا أستاذ يعني هذه مقاومة، هذه مقاومة، مقاومة، 100 150 80 توازي، يعني يبقى 1/100 زائد 1/150 زائد 1/80 أس سالب 1، يطلع معاك المقدار إن شاء الله 34.29 زي ما هو متعلم عليه. كده السؤال رقم 7، السؤال الثامن، في شكل مقابل تكون المقاومة المكافئة، متهيألي عملنا أخوه كوبي وبيست من قيمة 3 ثواني، دول متوصلين ايه يا رجالة؟ ها يا بنات، دول متوصلين توازي، طبعا بيشوفني بنات وبيشوفني شباب، ليه توازي يا مستر؟ عشان عندي النقطة هذه، لو اللون ده مش واضح، النقطة هذه والنقطة هذه، التيار اتقسم واتجمع وبينهم مقاومتين يبقوا توازي، مقاومتين بمقادير مختلفة توازي، يعني حصل الضرب على حصل الجمع، يعني 6 × 12 × 6 + 12 يطلع 4، الـ4 اللي هتبقى موجودة هنا تتوصل مع دي على ايه؟ هتبقى في نفس اللاين، ما انا هشيل دول واحط واحدة بس 4، هتبقى معاها في نفس اللاين، يعني هيبقى توصيل توالي، يبقى المقاومة المكافئة النهائية خالص 4 اللي موجودة قديما زائد الـ4 نتيجة التوازي يساوي 8 أوم. والإجابة عندك رقم جيم، لسه شوية معنا في الفيديو. الشكل هذا يمثل سلك مقاومته على شكل حلقة مغلقة ثم وصلت ببطارية كما بهذا الشكل. طب بذمتك لو انت عندك سلك مقاومته 48، ادي يا عم سلك اهو، سلك اهوت مقاومته كام؟ 48 أوم. خدت السلك ده قطعته نصين، يبقى كل حتة مقاومتها كام؟ يبقى الحتة دي مقاومتها 24 والحتة دي مقاومتها 24، طبعا المفروض قطعناها نصين بالتساوي يعني، ها؟ عشان تقول لي لا ده دول مش قد بعض تعمل لي أزمة. تمام، يبقى هذه المقاومة 24 أوم وهذا 24 أوم، عملت دي على شكل نص دايرة وعملت دي على شكل نص دايرة ووصلتهم ببعض. ايوه، يعني انت عايز تقول لي ان النص اللي فوق ده كأنه مقاومة قيمتها 24 أوم، النص اللي تحت كأنه مقاومة قيمتها 24 أوم، اتجمعوا في نقطة واتفرقوا في نقطة، يبقى الاتنين دول متوصلين. حد يكمل؟ ايوه برافو عليك، متوصلين توازي، توازي نفس المقدار يا مستر، يعني اقدر اقول ان الار اي كيو هتساوي ار على ان،
هتساوي 24 قيمة كل مقاومة فيهم على عددهم 2 هتساوي 12 اوم. عايز تعمل حاصل الضرب على حاصل الجمع، اوكي. عايز تعمل 1/24 زائد 1/24 كله أس سالب 1، اوكي. تعال نشوف الشكل المقابل كده، احنا دخلنا في الغريق. اقول لك لسه ولا غريق ولا حاجة، ان شاء الله هنفهم الموضوع على طول. التيار هيمشي من فين؟ تتبع التيار وانت تستريح. ادي التيار هيطلع من هنا كده، هيجي عند النقطة هذه، هيلاقي طريقين، طريق يمشي كده وطريق يمر كده. هيمشي في الطريق ده يلاقي مقاومة 5 كيلو اوم ومقاومة 1 كيلو اوم، يمر في نفس المقاومتين نفس هذا التيار. اقفش، يبقى عندك المقاومتين 5 و1 دول ماشي فيهم نفس التيار، يعني ماشيين ورا بعض. وانت ساكت عامل ايه؟ طيب يبقى دول توصيل توالي ورا بعضهم على طول، يعني 5 زائد 1 تساوي 6 كيلو اوم. تقدر تشيلهم الاتنين؟ مش ناقصين وجع راس وتحط لي 1 6 كيلو اوم. اقول لي ماشي يلا. يتتبع مسار التيار، هذا التيار هيجي هنا للأسف الشديد هيتقسم تاني. ماشي يا عم، قسم، يمشي كده جزء وكده جزء. ماشي، هذا التيار هيجي هنا يتقسم هنا جزء وهنا جزء. بس لو تتبعت مسار هذا التيار وهذا التيار، الاتنين اتفرقوا عند نقطتين واتجمعوا عند نفس النقطتين. يعني هنا مثلا لو النقطة دي اسمها نقطة 1 وهذه النقطة 2، هلاقي ان المقاومة 18 كيلو اوم والمقاومة 18 كيلو اوم متوصلين بين نفس النقطتين. يعني انت عايز تقولي ان المقاومتين دول متوصلين توازي؟ ايوه. عايز اقولك انت هتخوفني ولا ايه؟ هما متوصلين توازي عشان اتجمعوا عند 2 وتفرقوا عند 1 التيار اللي بيمر فيهم. يعني عايز تقول لي كمان ان انا اقدر اجيب المقاومة المكافئة ليهم 18/2 بالظبط. انت كده رائع. عايز تقول لي كمان ان انا اقدر ارسم الدايرة كمان مرة واشيل المقاومتين واحط 1 9 واشيل دول واحط 1 6 وابدأ اعمل تشيك كمان مرة؟ ايوه بالظبط. انت وراك ايه؟ انت بتدرس، ودي شغلانتك، تقعد تدرس وتذاكر وتدرس وتذاكر لغاية ما ربنا يوفقك. تعال نبص هنا، نرسم الدايرة. كان عندي فرع موجود مقاومة 12 ما جيناش جنبها، شكل الفيديو هيطول. وبعد كده كان عندي فرع مكسور كده حطينا فيه مقاومة واحدة اللي هي 6 كيلو اوم. مشينا هنا في مقاومة 2 وهنا مقاومة 9. تتبع معايا اوعى تتوه مني. وبعد كده هنا عندك 7، وكان عندي مقاومتين شلناهم اختصرناهم خليناهم مقاومة واحدة قيمتها 9. ممكن تمشي معايا بسرعة بالتيار؟ ممكن. التيار جه هنا اتقسم، مشي هنا، جه عند النقطة دي، أصبح في تيار ماشي في هذا الفرع مرة في هذه المقاومة، نفس التيار ماشي في هذا الفرع المقاومة 9، نفس التيار ماشي في هذا الفرع المقاومة 7، المقاومة 2 و9 و7 يمر فيهم نفس التيار، يبقى توصيل إيه؟ توالي. برافو عليك، برافو عليك، كم أنت رائع يا صديقي العزيز اللي بتجاوب عليا، طبعا اللي أنا متخيلك بتجاوب عليا. دول توصيل توالي، يعني هيبقى 2 زائد 9 زائد 7، يعني 9 و9 18 كيلو اوم. اقدر اشيل الثلاث مقاومات دول واحط بين هاتين النقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة، احط بين هاتين المقاومتين فرع هنا كده في مقاومة 18. يلا بينا، يلا بينا. يبقى لو حبينا نرسم الدايرة كمان مرة، هلاقي الفرع اللي كان هنا ده في 6، عندي نقطة، كان عندي هنا كده 9، عندي نقطة،
بين هاتين النقطتين في مقاومة قيمتها 18. الدايرة كانت ماشية شمال، مش ماشية شمال يعني ماشية بطال ولا حاجة لا سمح الله، لا يعني احنا لفيناها كده. ايوه كده، ايوه برافو عليك، وهذه 12. ايوه انا لقيت واحد بيقول لي شايف النقطتين دول، اقول له آه مالهم، يقول لي 9 و18 متوصلين بين نفس النقطتين، يبقى دول توصيل اوتوماتيكي. توصيل ايه؟ برافو عليك، توصيل توازي. توصيل توازي بقى ايه يا سيدي؟ انا مالي بدور على الاقلام ليه كده؟ مختلفتين يعني نقول حصل الضرب 9 في 18 على 9 زائد 18 تطلع قيمتهم بتساوي كام؟ 6. يعني اقدر اشيلهم واحط بدلهم مقاومة 6. تتبع معايا هذا الفرع، كان عندي 6 قديمة وأصبح في مقاومة 6 بدال الاتنين اللي أنا شلتهم، والفرع التاني 12. هاي رجالة، ايه رأيك في 6 و6 دول متوصلين ورا بعض اهو، مفيش أي مشاكل، مفيش أي معوقات، يعني نفس التيار اللي هيمر في 6 اللي فوق هو نفسه اللي هيمر في 6 اللي تحت، يعني دول توصيل توالي. توالي يعني 6 زائد 6 يعني يساوي 12. لو انا شلتهم وحطيت 12، يلا حطيلي في الفرع ده 12 بدل 6 و6، وكان عندي فرع كمان فيه 12 باين ان هما توصيل توازي. ربنا يوفقكم يا رب العالمين في دراستكم وفي مستقبلكم، هتبقى الـ RAQ هتساوي 12 على 2 هتساوي 6 أوم، يبقى المقاومة المكافئة لهذه الدائرة المعقدات هي 6 كيلو. طبعا 6 كيلو أنا حطيت أوم بالغلط، يعني 6 كيلو أوم يعني الإجابة رقم ب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.